مهندس حسام حجازي احدى مديري شركه ام بي العقاريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ممكن حضرتك تكلمنا عن مشاركتك النهارده في معرض اخبار اليوم العقاري؟ والله معرض اخبار اليوم العقاري ده من المعارض المهمه جدا اللي لازم نكون متواجدين فيها، وهي شركه ام بي من الشركات اللي لازم تبقى دايما حريصه على انها تساهم في كل المعارض العقاريه دي. يعني احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا تقريبا الشركه البروكر الوحيد اللي موجود في المعرض، وده موجود اكسكلوزيف لينا احنا بس كشركه ام بي. شركه ام بي دي اصلا مش شركه صغيره، دي شركه مستر محمود بخيت، وده من الاونرز المعروفين جدا في الماركت من فتره كبيره جدا. واحنا مش بقالنا كتير قوي في الماركت، احنا بقالنا سنتين بس، الارقام اللي احنا محققينها الفتره اللي فاتت تخلينا دايما موجودين في اي معرض. ايه العروض اللي بتقدمها النهارده في معرض؟ العروض اللي احنا بنقدمها في المعرض ما بتختلفش كتير عن معظم الشركات اللي موجوده معايا في المعرض. احنا بنعمل خصومات بتتراوح من 10-20% تقريبا بمناسبه المعرض او خلال فتره المعرض. دي معظم العروض اللي ممكن تكون موجودة، الخصومات ما بتزيدش قوي عن الفترة دي أو عن المبلغ ده، وبنحاول ان احنا دايما نعمل أي حاجة تخلي العميل يبقى موجود معانا دايما ويحس بالمصداقية اللي موجودة معانا في الشركة. ميرسي جدا. عفوا يا فندم.